أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من برنامج اطلبوا تجدوا المخصص للصلاة. بنصلي معاكم ومن أجلكم لأنه مكتوب اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، آياته وأحكامه فيه. هنفتح الخطوط من أول الحلقة، نستقبل مكالماتكم، طلبات صلواتكم، أيضا نحب نسمع مشاركاتكم بالمعجزات اللي الرب صنعها معاكم عشان نمجد الرب العظيم الحاضر فيما بيننا. لذلك النهاردة قبل ما نبتدي في موضوع حلقتنا ونتكلم في موضوع تأمل حلقة اليوم، تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة، رجل الله رجل الصلاة القس عصام حداد، راعي الكنيسة الأولى بنورث ريدج. أهلا بحضرتك. أهلا فيك أخت ليديا، مبارك اسم الرب. وزي ما الرب وصانا والكتاب المقدس علمنا، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. نحب نبتدي حلقتنا بالصلاة. اتفضل. أمين. أمين. يا أبونا السماوي، يا إلهنا الصالح، يا رب نبارك اسمك من كل القلب لأنك إله حي يا رب. نعم أحببتنا حتى المنتهى. مكتوب يا رب، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وإنت يا رب وضعت نفسك لأجل أحبائك، لأجل شعبك يا رب. نعظمك من كل قلوبنا اليوم يا رب. يا رب نصلي أن حضورك يملأ المكان يا رب. أمين. محتاجين حضورك يا سيد الرب. أمين. إنت جو المعجزات يا سيد الرب. إنت اللي بتغير، إنت اللي بتشفي، إنت اللي بتحرر، انت اللي بتلمس، انت اللي بتقوي يا رب، انت اللي بتفتح العيون يا رب، انت اللي بتنقل من الظلمة الى نورك العجيب يا رب. نصلي حضورك اليوم يكون في وسطنا بقوة. أمين. تستلم انت يا رب هذه الحلقة يا رب، هذا البث الحي من اول البرنامج وحتى اخر دقيقة فيه يا سيد الرب. تلمس قلوب يا رب، بتشاهدنا يا رب، بتشترك معانا وتغير وتلمس لمسات شفاء يا سيد الرب. لكل نفس محتاجة للشفاء. في اسم المبارك، في اسم القدوس، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين يا رب. أمين أمين. في اسم المسيح منتظرين قوة غير عادية بالروح القدس، تلمس وتحرر وتطهر وتفك قيود وتبرئ كل محتاج وكل مريض في اسم المسيح. أعزائي المشاهدين، كلنا في حياتنا العادية بنقابل مشاكل وأحيانا هموم متاعب، واللي بيحصل نحن بنلجأ لناس كتير نعرفهم، ممكن نلجأ لقرايبنا حبايبنا أصدقائنا، أحيانا بنلجأ لناس كمان ذوي سلطة ومركز وشهرة لكن هل هذا كافي؟ يا ترى هل كفاية أن أنا أروح للناس ديت؟ وهل الناس دي عندهم الحل الأكيد لكل مشاكلي وهمومي وأتعابي ويمكن أمراضي وألامي؟ هل من ملجأ، هل من مناص، وهل من مفر من الضيقات التي أواجهها كمؤمن؟ قال سليمان الحكيم في أمثال 18 والعدد 10، قال اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. فيا ترى من هو الصديق وممن يركض؟ وأيضا الصديق، هل تصادفوا نفس آلام وأتعاب الآخرين؟ ويا ترى اسم الرب، ما قوة اسم الرب وما فاعلية هذا الاسم؟ هل هو مجرد اسم أم له فاعلية قوية جدا وزي ما هنشوف؟ وأيضا اسم الرب برج حصين، لماذا شبهه بالبرج الحصين؟ وما وجه الشبه بين اسم الرب والبرج الحصين؟ هذا ما سنعرفه، وهذه الأسئلة سنلقيها على ضيف الحلقة. أهلا بك مرة أخرى أسيس عصام. أسئلة كثيرة جدا بتدور حولها موضوع الحلقة، وموضوع الحلقة النهاردة بيقول اسم الرب برج حصين. يا ترى بيكمل بيقول يركض إليه الصديق، يا ترى من هو الصديق من وجهة نظر الكتاب؟ انت عارف الصديق الروت الجذر الكلمة من الصدق، يعني الصادق، يعني الشخص اللي صادق في كل شيء.
الشخص الصديق هو الشخص اللي عايش حياة صدق في الداخل في الأعماق، وأيضا مع الناس صادق في كل شيء. إحدى الوصايا العشرة بتقول لا تكذب، معناته كن صادق. المعنى الآخر لا تكذب، كن صادق في كل شيء. الكتاب علمنا، بولس بيقول لا تكذبوا على بعضكم، فبحثنا على المصداقية في كل معاملاتنا مع الآخرين. فالشخص الصديق هو الشخص اللي عايش حياة الصدق، علاقته مع الرب علاقة صادقة، ما فيش تمثيل، ما فيش دبل سايدد، مش موجها، مش بوجهين، لكن صادق في كلامه، في معاملته مع الآخرين، صادق في صلواته، مش بحاول انه يورجي نفسه، يظهر نفسه انه هو شيء، لكن هو شيء مختلف بالكامل من الداخل. شخصين دخلوا الهيكل حتى يصلوا، واحد منهم فريسي والثاني عشار، لكن مين كان الصادق فيهم؟ هو العشار. الفريسي نعم امام الناس يظهر انه فريسي، ملابسه فريسي، لغته فريسي، لهجته فريسي، منطقه فريسي، المصطلحات الدينية اللي بيستخدمها مصطلحات فريسي. فالجميع بيقول هذا شخص فريسي، معناته حافظ الناموس ومفروض يكون شخص صادق في كل أموره. لكن اللي بنشوفه انه كان العكس تماما، بر الذات هو اللي طغى على إيمانه وأمانته مع الله، فكان يقول لله أشكرك لأني لست مثل باقي الناس، فاعتبر نفسه أفضل من باقي الناس. هذا نوع من الكبرياء. أنا أعشر كل ما أقتنيه، هذا البر الذاتي. فلو نظرنا حقيقة لتصريحاته في بيت الرب لشفنا أنه هذا الشخص شخص مش صادق. يمكن documented، أيوة لو رحت لسجل الهيكل تلاقي أنه أيوة فلان لفلاني في اليوم لفلاني قدم عشور النعنع، قدم عشور الشبت، عرفتي؟ فالأشياء هاي مثبتة قانونيا عند المحكمة، لكن أمام الله مش هذا هو البر. ما فيش تواضع، ما فيش انكسار. العشار بالعكس تماما. العشار لما دخل إلى بيت الرب قال له اللهم ارحمني أنا الخاطي، فكان صادق في صلاته، كان صادق مع الله، وكان عارف نفسه أنه خاطي، لابد أنه كان مرتكب خطايا في حياته. ولما إجى حتى يصلي ما يقدرش يمثل على الله، نقدر نمثل على الجميع، لكن مستحيل نقدر نمثل على الله. داود في مزمور 139 بيقول اختبرني يا رب واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريقا باطلا واهدني طريقا ابديا. فالصديق هو الشخص العايش حياة الصدق والأمانة مع الرب. ويمكن كمان الكتاب يذكر لنا عن صفات الرب ان هو الصادق الامين طبعا، فهل لهم علاقه ببعض؟ انت عارفه كل هذه الصفات الرائعه وجدت اولا في الرب. هو المحبه بذاتها، مش عنده المحبه او هو محب، لكن هو المحبه بذاتها. الرحمه، هو الرحمه، هو اله كل رحمه، ليس فقط اله رحيم. هلا مزمور 145 بقول انه رب رحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمه. بس هاي صفاته، هذا كيانه، هذا جزء من كيانه. فاحنا في تواصلنا معه، نحن في صلواتنا، نحن في وجودنا وتواجدنا في محضره، هذه الاشياء، الامور اللي موجوده في الله تنطبق على حياتنا، عرفت؟ المصداقيه نقتبسها منه، نتطبع فيها منه. محبتنا للآخرين ماخدينها منه، غفراننا للآخرين ماخدينه منه، لأنه هو الإله الغافر الإثم، صافح عن الذنب. فهي كل الصفات موجودة فيه، وإحنا بنتعلم منه. الرب سأل كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. يا وكونوا قديسين لأني أنا قدوس، الرب بيقول. وزي ما حضرتك بتقول كل صفة رائعة ممكن يتمتع بها أي شخص مؤمن، لازم يكون مصدرها الأساسي هو الله. إحنا معنا اتصال لحضرة القسيس، معنا الأخت أنطوانات من نيويورك. أهلا بحضرتك. مرحبا يا أخوي. أهلا بحضرتك، اتفضلي حضرتك معنا على الهواء.
أنا يا أخوي أنا عندي أبانا الذي أصلي قبل شوي، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوته، لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا جواري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في التجربة. المسيح يسوع ربنا المجد اسمه الآن وإلى الأبد. آمين. آمين. يا رب يا حبيبي وجع ركبي يا رب يسوع جيت انتن بوجعوني، حطيت ركبي الزاد 5.5 سنين أنا بوجع ركبي مش عمدي. إن شاء الله بطيب على يدك يا بابا يسوع يا حبيبي بإذن الله بإذن الصليب الكريم. الصليب يكون معك يا بابا يسوع، الصليب يحميك، الصليب يكون معك، تجبر خاطي وتهدي بالي وتحن علي بحنانك، تعطف علي بعسرة، ترضى علي برضاك يا حبيبي يا يسوع. أمين. أنا بحبك من كل قلبي، روحي مولعة فيك، حياتي مولعة فيك. أمين. أنت أمي، أنت أبوي، أنت أخوي. ربي يباركك يا أخت أنطوانيت. تحبي الأسيسي يصلي معاكي؟ نعم يا أختي. تحبي الأسيسي يصلي معاكي؟ إن شاء الله. تفضلي تفضلي حاجة أسيسي. يا رب يا رب يا رب. أشكر الأسيس وأشكر الكرمة وأشكر الشغلين في الكرمة، بطلب منهم يسوع يكون معكم. شكرا لك يا حبيبتي، ربي يبارك عليك يا ربي بكل أموري. أمين. حياتي. أمين. أمين حبيبتي. الأسيس هيصلي معاكي، تفضلي. أشكر الكل، كتر خيرك. أختي أنطوانيت خلينا نصلي. أمين. هللويا. يا أبوي السماء أختي أنطوانيت يا رب أمام عرش النعمة، يا رب أنت الإله الذي لا يخزى أبدا منتظريك. يا رب بنرفعها اليوم أمام عرش النعمة، يا رب بنتك محتاجة للشفاء. أنت يا رب وعدت قلت تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. يا رب اليوم بنصلي أنك تمد يمينك على ركبها يا رب، متألم من الركب. أنت قلت لنا يا رب في كورنثس الأولى صح 3 وصح 6، ألستم تعلمون أن أجسادكم هياكل الله وروح الله ساكنا فيكم. يا رب جسدها هيكل لروحك القدوس، نصلي يا رب أنك أنت تلمس هذا الهيكل، تلمس ركبها اليمين والشمال يا رب، تحط إيدك عليهم يا رب. أي تآكل غضروف يا رب أنت تلغي إلغاء كامل، أي نقص في السائل اللزج بين الغضروف يا رب، نصلي أنك أنت تخلق السوائل الجديدة، انك انت تلمس العظم واي نوع من التآكل في العظم يا رب، انك انت تشفيه وتبرئه وتحط عظم جديد يا سيد الرب، وتعمل يا رب ركب جديدة لأنطوانيت في اسم الرب يسوع المسيح. مد يمينك على ركبها، انت الاله القادر على كل شيء، انت اللي خلقتها، انت اللي نسجتها في رحم الام. يا رب مجد اسمك والمس ركبها وارفع عنها كل ألم باسم الحي القدوس، في اسم ملك الملوك ورب الأرباب نصلي، ولاسمك نعطي المجد والكرامة إلى أبد الأبدين. أمين. آمين. آمين. ألف سلامة لك يا أخت أنطوانيت، وواثقين في الرب أن الرب الآن بيلمس وبيشفي، وهتكلمينا تقول لنا أن أنت بقيتي كويسة، أن أمانتي ترينا مجد الله، مصدقين إحنا مصدقين، وأنت كمان إيمانك مع بعض مصدقين أن الرب يلمس ويشفي ويحرر. مش مهم بقى لنا 5 سنين ولا 10 ولا 20 ولا أكتر، الرب يقدر في لحظة الآن في كل لحظة الظروف. شكرا لاتصالك يا أخت أنطوانيت. هذا هدف برنامجنا بالضبط كده، نحن نصلي مع الناس بالضبط، لأنه أحيانا التعليم جميل ورائع جدا يا حضرة الأسيس، لكن مكتوب كده أنه الرب كان يؤيد مع التلاميذ في الأعمال الرسل، كان الرب يؤيد الكلام بالآيات التابعة. أمين. إحنا إلهنا مازال بيشفي، لأنه في احتياج للشفاء مازال موجود طبعا، ومحتاج مش بس الشفاء، شفاء النفس والروح والجسد، وده أمين. مهم قوي قوي، ده جزء من خطة الرب في حياتنا. هللويا. إحنا معنا تليفون، معنا اتصال. عفوا. احنا بنتكلم على يركض اليه اسم الرب، برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. اتكلمنا ايه هو الصديق؟ بالانجليزي بتيجي كلمه حلوه كتير، righteous. righteous تيجي من كلمه بار. right يعني صح. عايش حياه صح، عايشها صح. عايشها بصدق. يا ترى ازاي اقدر اعيش حياتي بصدق؟ انت عارف العالم اللي حوالينا يا حضره القسيس كله
كذب وزيف، وكل الناس بيقول لك انا مش يعني مش بكذب، انا بجمل الموقف، وفي رياء شويه وفي تحويط في الكلام وتحريف في الكلام. ازاي اقدر اعيش وابقى زي ما حضرتك بتقول صادق جوايا وزي برايا واللي في قلبي هو اللي على لساني مش حاجه تانية؟ تعرف في ناس بتقول الحياه المسيحيه حياه صعبه، بالعكس. هو امتى بتصير صعبه؟ لما احنا مش ممتلئين من الروح القدس. لما نمتلئ من الروح القدس تسهل الحياه. ده حقيقي. الكتاب علمنا انه احنا في العالم لكن لسنا من هذا العالم. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم، فكونوا معنا. تهرك باسم الرب يسوع. الله طريقه كامل، قول الرب نقي. الله طريقه كامل، قول الرب نقي. درس هو درس لجميع المحتمين به. درس هو درس لجميع المحتمين به. لأنه يقوم عن يمين مسكين ليخلص.
الله أمر بالبركة بوسطنا. أمين. الله أمر بالبركة لأنه بيعرف أنه نحن ما بنقدر نعيش بلا بركته، ما بنقدر أبداً نعيش بهالعالم المظلم بدون بركة الله. بيقول من الآيات اللي بحبها كتير، بيقول يحملنا إله خلاصنا. ولا مرة بذكر أبداً أني دخلت إلى محضر الله بقلب صادق إلا وطلعت من قدامه أنا وأخذ بركة، لأنه إله الحي اللي أنا بعبده إله غني، إله يسر بالعطاء. هو اللي قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولا مرة بتطلع بمحل بلاقي إنه بده يأخذ مني شيء بس تياخذ. إلهنا منه محتاج لشيء حتى نحن نقدم له إياه. بيقول إن جعت فلا أقول لك أطعمني، لأن لي الجبال وكل اللي انصنع على الأرض إله، مش ناطرني أقدم له شيء. يوم اللي بيطلب مني إني أعطيه شيء، مثل لما أنا بيكون ابني الصغير قاعد عم يلعب بالريموت كنترول تبع التلفزيون مبسوط فيها، أفضل طريقة لحتى أخذها منه بيجي بعطيه شيء أحلى بيفرح فيه وبيخذها منه. يوم اللي بيطلب مني إني أعطيه شيء بيكون في بذهنه إنه يعطيني شيء أفضل. ومعاناتنا دايماً بتكون إنه نحن رافضين نعطيه اللي عم يطلبوا منا، لأنه نحن شايفين اللي معنا أفضل بكتير من اللي هو عم يعطينا إياه. إذا أنت في شيء متمسك فيه والرب اليوم عم بيقلك أعطيني إياه، صدقني يمكن بأغلب الأحيان بتكون خطية أنت رافض تتخلى عنها ومتمسك فيها، والله ناطر حتى تتخلى عنها وتتوب عنها لحتى لا يباركك ويعطيك بركة. قوم ونرنم ليسوع الملك ورب القوات، خلوا التسبيح مرفوع على الأرض وبالسماوات. تسبيح مرفوع على الأرض.
ليلى، ليلى من المغرب، عبرت من الظلمة للنور. لما سألناها عن المسيحيين، هل كلموك عن المسيح؟ هل بشروك؟ كان عندها عتاب وتساؤل وقالت: ليش يا حبايبي احنا ما بنفتخرش بالمسيح؟ الكل بيفتخر بأي ديانة، بأي شيء عنده بيأمن فيه، حتى ولو كانت حجر. بس المسيحي يعني خايف يقول أنا مسيحي، أولاً خايف يبشر بالمسيحية، ثانياً مش فاهمة. تساؤلاتها حقيقية، واقع بنعيشه، لكن كمان طلبت مننا كمسيحيين طلب، يعني قول بكل فرح، بكل قوة، بكل ثقة إن إلهك هو المسيح، وخلاص اللي بيصير يصير. ما تتخيلوش شو هالشي ممكن يعمل في الآخرين، ما تتخيلوش. في الوقت اللي المسيحيين سكتوا عن إعلان الحق لليلى، كتير من إخواتنا العابرين صرخوا من خلال قناة الكرمة ونادوا بالخلاص. أنت كمان عليك دور. كلمونا على الرب بشكل مباشر أو غير مباشر، كله بيوصل، كله بيوصل. مين اللي هيوصل رسالة ربنا للتعبانين؟ إحنا اللي هنوصل رسالة ربنا للمهزومين والمخدوعين، للمهزومين والمخدوعين. إذا كانت قناة الكرمة سبب بركة وتشجيع لحياتك، فمن خلال صلاتك ودعمك المادي تكون أنت أيضا سبب بركة وتشجيع للقناة. اتصل بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ورجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنعتذر عن هذا العطل الخارج عن إرادتنا، وهنستكمل حلقتنا في اسم المسيح. وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقة، رجل الله، رجل الصلاة، قس عصام حداد. ومعنا اتصال يا حضرة القسيس، معنا الاتصال من الأخت فايزة من نيويورك. أهلا بحضرتك الأخت فايزة، حضرتك معنا على الهواء، تفضلي. سلام المسيح معنا جميعا ومع روحك. أهلا بك. أنا الحقيقة طلب الصلاة، وطلب الصلاة مستعجلة، لأنه بنتي امبارح راحت الإمرجنسي وعملت فحوصات، قالوا لها ما فيش حاجة، لكن هي متألم آلام شديدة. معلش أطلب منك طلب من فضلك يا أخت فايزة، اطفي التلفزيون اسمعينا من التليفون من فضلك. معك تفضل. فلو سمحت يعني انا عايزه الصلاه دي لانه تعبانه جدا. ايه اللي بيتعب، ايه اللي تعبها بالظبط حضرتك؟ مش عارفه، في حاجه بالظبط ما متعلمها شديد، وامبارح اخذوا كاتسكان وكده قالوا ما فيش حاجه. بس هي عندها الام شديده ومش مستحملها دلوقتي، مش قادره تستحمل. فين في بطنها؟ الام في بطنها يا حضره القسيس، مش مستحمله، وراحت عند الامرجنسي قالوا ما فيش اي حاجه باينه، مفيش سبب. طب نصلي يا اختي، نصلي، خلينا نصلي. انا معكم يا رب. نرفع بنتك امام عرش النعمه، عندها الام في البطن وراحت الامرجنسي وعملوا كل الفحوصات وكل شيء طبيعي، لكن ما زال في الم. بنصلي اليوم يا رب، انت عارف مسبب الالم وانت عارف مصدر الالم. بنصلي اليوم إنك تمد يمينك على البطن يا سيد الرب، وتبرئ يا رب من مسبب هذا الألم، تشفيه في اسم الرب يسوع المسيح. ارفع عنها كل ألم، احنا بنلغي مخططات عدو الخير على حياتها وعلى صحتها في اسم الرب يسوع. وبنصلي يدك المعتزة بالقوة
وبالشفاء فضلك. تمتد عليها يا سيد الرب، تمد يدك عليها يا رب وتعطيها الشفاء الكامل في اسم الرب يسوع المسيح، في اسم الحي إلى أبد الأبدين نصلي. أمين يا رب. أمين أمين. ألف سلامة لبنتك يا أخت فايزة، ومصدقين في الرب أنه الرب لمسها وشفاها. إحنا معنا كمان اتصال من الأخت فريال من لندن. أهلا بيكي أخت فريال. أخت ليدي أهلاً بيك، معنا في المسيح معاكي ومع الأخ المبارك القس عصام حداد. أهلاً بيك أخت فريال. أهلاً بيكم. رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليب في الإصحاح الأول عدد 27 يقول الوحي الإلهي: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. أيوه. يقصد هنا كلمة عيشوا لا تعني فقط الأقوال والأحاديث، لكن تعني سلوكنا وتصرفاتنا مدة حياتنا على الأرض. أمين. والكتاب المقدس هو يقصد بالبساطة والصدق، لأنه كلمة الله الحية الباقية للأبد. أمين. وعلى المسيح المؤمن أن يتصف أيضا بالبساطة ويكون مخلص في كل شيء، لأن الإنجيل صادق كل الصدق. وحياة المسيحي ما تكون لا لامعة ولا لها قيمة بدون الصدق في الحياة. أمين. وأيضا في رسالة يوحنا الأولى إصحاح أو الأول عدد 7 يقول الوحي الإلهي: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور. أمين. فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم المسيح من كل خطيئة. أيضا نور المسيح، لأنه النور هو يتصف أيضا بالصدق والصراحة. ده حقيقي. السلوك مع رب المسيح يسوع المسيح. أمين. حسب الروح وليس حسب الجسد، فأيضا يتصف بالنور، يتصف بالصدق والصراحة. يا ده حقيقة أخت فريال. هل عندك طلبة صلاة يا أخت فريال؟ نعم نعم. تفضلي سامعينك. أطلب طلبة صلاة لأخ اسمه عادل، اليوم أجرى عملية جراحية. وصلي من أجله أن يتم شفاء التام باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد. أمين. شكرا ورب يبارككم ويحافظ عليك. الرب يباركك يا أخت فريال، شكرا لمداخلتك وكلامك وتعليقك الرائع الكتابي. والأسيس دلوقتي ممكن تصلي أسيس؟ تعرف يعني الرب تكلم من خلالها، الكلام اللي قالته هو بصف حياة الصديق بالضبط كده. عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. هي دايما على فكرة حياة الصديق. هي دايما بتقول الكلام الكتابي. أمين. ربنا يباركها. يا بون السماء، وبنرفع الأخ آزر أمام عرش النعمة، وانت عارف العملية اللي عملها. بنصلي يا رب ما يكونش في هناك أي نوع من المضاعفات في اسم المسيح، ما يكونش في هناك أي نوع من النزيف، ما يكونش في هناك أي نوع من الالتهابات يا رب. لكن يلحم يا رب العظم على بعضه، اللحم على بعضه يا سيد الرب، بدون أي تعقيد، بكل بساطة وبأقصى سرعة يا سيد الرب. بنصلي إن حضورك يكون في حياته بقوة، وتعطيه سلام في قلبه في الداخل، تلئم جروحه وتعطي نجاح كامل للعملية في اسم المبارك، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين أمين أمين. ومصدقين الرب يكمل شفاء. ومعنا اتصال من الأخ ماجد من فرنسا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. تفضل. أستاذ عصام، ممكن حضرتك مش عارف أبتدي إزاي، ممكن تشاركني بصلاة إنه فقدت الأمل، فقدت الرغبة، بخصص الشيء. سوري عفوا الصوت مش واضح، ممكن يكون في توضيح شوية للصوت عشان نفهم بالضبط الكلام. تفضل حضرتك. أبدا. أيوة تفضل. تفضل. أنا سمعينك. كل شيء فقدت الأمل، فقدت الرجاء، فقدت كل شيء، كل يوم حاجة جديدة. طلعت من المركز إنه عظمة الحوض وجعيني، إزاي وجعيني، وكل يوم يكتشفوا حاجة جديدة عندي. اكتشفوا أول امبارح حاجة جديدة زي مكتوب شبه سوري زي إيه؟ بتاع الوكيمة الدم. حاجة زي لوكيميا الدم؟ وبعدين فقدت
سنة كنت عزيزة علي، وبعدت الأسيسات فيهم النهاردة، فكل يوم حاجة جديدة، فمش قادر أقول يا رب هل كفاية كده أكمل بقى فوق كفاية 49 سنة كفاية عليا وأكمل فوق، مش قادر أسبحك، مش قادر حتى أفتح كتابك، مش قادر أكلمك، مش معجبك لكن دي إرادتك، مش ما عنديش حاجة أقولها كده، عندي حزن غريب جوايا أمين في اسم المسيح. هنصلي من أجلك طبعا يا أخي ماجد. أسيس عصام يقول بعت لك رسالة؟ ما وصلتش الرسالة، أنا عندي من الأخ مدحت من فرنسا لكن ما عنديش من الأخ ماجد. طيب هو بيقول أنه فقد الرجاء لأنه كل شوية بتطلع حاجة جديدة في جسده، وبعدين فقد إنسان عزيز عليه، ده اللي أنا قدرت أستوعبه وأفهمه. فخلك ممكن تصلي له. أمين. بيقول لربنا كفاية كده ويكمل فوق، الظهر عنده 49 سنة فبيقول كفاية كده. لا أنا عارف الأخ ماجد كويس لفترة طويلة، إحنا من هو فعلا صديق لقناة الكرمة من زمان. أيوة أيوة. خلينا نصلي أخوي ماجد، خلينا نصلي. بدي أطلب من إخوتنا في كل مكان يرفعوا هالأخ أمام عرش النعمة. أخ ماجد موجود في فرنسا، حرب مستمرة عليه، حرب على جسده. خلينا نشترك مع بعض في الصلاة لأجل هذا الشخص. أمين. باسم الرب يسوع، حتى إلهنا يتمجد في حياته ويلمس جسده بقوة الروح القدس. أمين. يا أبونا السماوي، نفعل قوة الاتفاق كل شعبك في كل مكان. نطلب منك اليوم يمينك تمتد لأخوي ماجد يا سيد الرب. أمين. تعرفه كويس، عارف الظروف اللي بمر فيها يا رب. احنا بنلغي مخططات عدو الخير على حياته، وبنطلب منك تداخل إلهي في حياته. أمين. بنطلب منك يا سيد الرب انك تلمس حياته بقوة الروح القدس، تلمس جسده بقوة الروح القدس، وتنشله يا رب من الوضع اللي هو فيه يا سيد الرب. انشله من الوضع اللي هو فيه. مكتوب اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق ويتمنى. بنصلي يا رب انك تعطيه في داخله الايمان والثقه في اسمك، انه اسمك يا رب يحميه، انه اسمك يا رب يعطيه القوه لمهاجمه جميع الارواح اللي واقفه ضده يا سيد أمين. الرب أمين. باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح اعطيه القوه ان يتبع اعدائه. أمين. يا رب يتبع اعدائه، يتبع اعدائه ويهلكهم ولا يرجع حتى يفنيهم باسم الرب يسوع المسيح. أعطي القوة أن يقف ضد كل قوى العدو يا سيد الرب باسم الرب يسوع المسيح يا رب، ويقوى على أعدائه في طريق واحد أعدائه يخرج إليه، ولكن في سبع طرق يهربوا من أمامه. نصلي يا رب أن حضورك في حياته يكون بقوة في اسم الرب يسوع. انهض يا رب، انهض ماجد، انهض ماجد يا رب من الضعف اللي هو فيه في اسم الرب يسوع. نشكرك لأنك أنت السهران على كلمتك لكي تجريها في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح نصلي. أمين يا رب. أمين أمين. وحضرتك ليك كلمة مش بس الماجد، لأي نفس دلوقتي بتقول خلاص كفاية. كفاية عليا كده، يعني أنا مش عايز أعيش أنيمور، مش عايز أعيش تاني. أنت عارفة عدو الخير بحط يأس في في داخلنا. Yeah. بولد في داخلنا اليأس. ده حقيقي. بوصلنا لمرحلة ندخل في الاكتئاب النفسي. وبنطلب لأنفسنا الموت. كل رجال الله في العهد القديم أغلبيتهم مروا بهذا الظرف. هذا الظرف امتحان. فلازم احنا ما نسقطش في الامتحان، لازم ننجح في الامتحان. لازم نقف أمام كل قوات الشر الروحية. تعال نشوف في مزمور 18. يعني أنا هذا الموضوع احنا ما رتبنا له، لكن انا حاس انه محتاجين انه نتكلم عن هذا الشيء مهم جدا في مزمور 18. افتح معي الى مزمور 18، كل شخص معنا بشاهدنا اليوم افتح معي الى مزمور 18. اي شخص عماله بمر في ظروف صعبة، اي شخص بمر في هجوم شيطاني، لو تتصور قد ايه تيجي رسائل الناس بتقول احنا في حرب شيطانية شنيعة. ده حقيقي يا سيس. اوكي مزمور 18
لاحظي عدد 27 بيقول أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي، لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تسورت أسوارا. شوف بك اقتحمت جيشا وبإلهي تسورت أسوارا. لي أتسور أسوار؟ لي أرفع أسوار حوالي؟ لي أقتحم جيش؟ هذا الجيش اللي واقف ضدي. عرفتي؟ فكل مسيحي في عليه حرب روحية. الحرب ما رح تنتهي لأنه إحنا كنا في القديم في يد الشيطان، في قبضة الشيطان. جاء الرب يسوع نشلنا من قبضة الشيطان وأصبحنا في يد الرب يسوع. هلا الشيطان بحاول يستعيد ملكيته لحياتنا، ما يقدرش، إحنا أصبحنا ملك الرب. فمحتاجين ندافع عن أنفسنا، محتاجين نقف في الثغر. بك اقتحمت جيش، بإلهي تسورت أسوار، باسم الرب يسوع أنا بسيش حول نفسي، بسيش حول بيتي، بسيش حول عائلتي، بسيش حول أولادي. أنا ما استسلمش لليأس، ولا استسلم لروح الفشل، ولا استسلم لروح الضعف، هذا مش مكاني. رسالة بطرس الرسول الأولى للصح تاني بيقول أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لتخبر بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيم. فأنا هويتي أنا ابن الرب، أنا كهنوتي، كهنوت ملوكي، أنا شعب اقتناء، الرب محرز شافني أني محرز أن يقتنيني فاقتناني بدمه، فأنا ابن الرب، هذه هويتي. فعدو الخير ما يقدرش يسيطر على أفكاري، ما يقدرش يحط الاكتئاب النفسي علي ويعيشني في الاكتئاب النفسي وصغر النفس. فأنا لازم أقاوم هذا. الكتاب بوصينا وبأمرنا قاوموا إبليس فيهرب منكم، مش استسلموا لإبليس ومكايد إبليس، وأنا ضعيف وأنا مع حيلتي شيء، وأنا 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 وأنا. كفاية إحنا بنركز على ضعفنا، ركز على قوة اسم الرب يسوع. رائع يا أسيس. لازم نركز على قوة اسم الرب يسوع، هذا الشيء رح نتكلم عنه اليوم. ومهم قوي ان انا ما اتكلمش كلمات الهزيمه، لكن اتكلم كلمات النصره. طبعاً. لانه في يد اللسان الحياه والموت. مهم قوي انه ما نتكلمش بالواقع، نتكلم بالايمان، اما البار فبالايمان يحيى. احنا اولاد الرب ومصدقين جدا في الرب انه اقوى من الظروف، ويجي وينتشلنا من الظروف، وما فيش يوم هيبقى غير بعد كده كله مجد وكله شفاء وكله انتصار. نتكلم النصره، هتحصل النصره، لانه في يد لسان الحياه والموت. امين. معنا اتصال من بنت الرب من كندا، اهلا بيكي. امين. سلام المسيح معاكم. ومع روحك. اهلا وسهلا. اهلا فيك يا اختي. حلقه يعني كل مره الرب يجاوبنا، يعني من خلال قنواتكم بالروح القدس، يعني حلقة مباركة صدقوني. كنت يعني مرة كنت نايمة وسمعت صوت الرب بصوت خفيف، يعني قمت على صوته وقال لي اسم الرب برج حصين، فأنا يعني ما افتهمت، رحت فتحت الكتاب وبعدين كملت الآية يعني من الكتاب المقدس. فبهذه الحلقة قريت تصلوا لي يعني نلجأ إلى اسم الرب اللي هو برج حصين. قريت صلوني زوجي عنده ألم في الرأس أكثر من 23 سنة يا يسوع. نعم. وهو عمل يعني فحوصات، قالوا ما فيك شيء، بس كل قص أسام كل شهر 3 أيام لازم يلزموا يعني بشيء فظيع، يعني يصير إنسان ثاني يعني مسكين. زي صداع جامد ولا إيه بالضبط؟ لا لا، من الخلف تطلع له مثل كرة، مثل يعني ورم. مثل ورم بالضبط، ورم، فيعني بمسه يعني مثل كرة صغيرة. ويعني وجع يعني مش عارف، يعني هو بيقول وفين يسوع، مش عارف مش فاهم يعني ليه الرب يسوع ما بيشفيني. بقول له اطلب يعني اطلب اسم يسوع راح يشفيك، فهو يعني مش قادر. فأريد تصلوا له الله يخليكم. أمين. أمين. راح نصلي هلا في اسم الرب يسوع المسيح. بدي اطلب من اخوتنا في كل مكان اليوم، هذا عملنا، هذا جزء من مسؤوليه هذا البرنامج، انه نرفع بعضنا البعض بالصلاه، نحمل بعضنا اثقال بعض، واذا عضو واحد يتالم جميع الاعضاء تتالم ايضا معه. فبدي اطلب من اخوتنا اللي بيشاهدونا اليوم يشتركوا معنا في الصلاه لاجل هذا الاخ.
شو اسمه أختي؟ راح الاتصال. معنا الأخت بنت الرب ولا الأخت بنت الرب؟ تفضل. ابن الرب. ابن الرب. أوكي. مش عايزة تقول اسمه. أمين يا رب. مش مشكلة. أمين يا رب. أمين. أطلب من كل شخص يتواصل معنا يتفق معنا في هذه الطلبة ونشوف مجد الرب يتم ويرتفع عن طريق هذا الشخص في اسم الرب يسوع المسيح. يا أبونا السماوي، يا إلهنا الحق، يا إلهنا الحي، نرفع ابنك اليوم أمام عرش النعمة وبنطلب منك. أنت شايف يا رب وجع الرأس، شايف يا رب وجع غير محتمل له 23 سنة يا سيد الرب، وباستمرار بتألم وما فيش أي علاج عند الأطباء، لكن أنت طبيب الأطباء. اليوم يا رب احنا في كل مكان في العالم بنفعل إيماننا، نشترك مع بعض في هذا الإيمان، نطلب منك أنك تلمس ابنك، تلمس الرأس، تلمس الشعيرات يا رب الدموية يا رب اللي بتحمل الدم من وإلى الدماغ، تلمس الكهرباء اللي في الدماغ، تلمس الأعصاب اللي في الدماغ، تلمس خلايا الدماغ نفسه يا رب. بنصلي أنك تحط يدك على دماغه يا رب الآن وتبرئ من كل ضعف. إذا في هناك انسداد لأي أوعية دموية أنت افتحها، إذا في هناك يا رب ازدياد في أي كهرباء في الدماغ أنت شيل الزايد يا رب، وخلي فقط المحتاج يا رب بشكل طبيعي هو اللي يفضل في اسم الرب يسوع. بنصلي إن يمينك تستمر عليه حتى ما يحسش في أي نوع من الألم يا رب، لكن كل الألم يختفي ومسبب الألم يبرأ يا رب بالكامل باسم المبارك باسم الرب يسوع المسيح. نشكرك لأنك سمعت واستجبت. أمين يا رب. أمين أمين. ومصدقين في الرب، صلينا ومصدقين أنه زي ما الكتاب بيقول وأزيل المرض أمين. من بينكم في اسم المسيح، إزالة تامة للمرض والصداع وكل ألم في الرأس في اسم المسيح. شكرا لك يا بنت الرب لأجل اتصالك معنا. الأخ أجي من ألينوي، أهلا بيك. أجي أهلا وسهلا، تفضل حضرتك. نعم، يعني من شيكاغو، أتكلم معكم من شيكاغو. من شيكاغو، أوكي. أريد طلب الصلاة من أجلي. كل سرور، تفضل. يا تسلمين. يا بس حضرتك ممكن تسمعنا من التليفون، بلاش التلفزيون، اسمعنا من التليفون من فضلك. لا لا لا، علي دا اسمع من التليفون، من التليفون دا. أوكي، رائع، تفضل. يا من التليفون دا، كمان تي في مو بعيدة، ما أسمع من تي في. تفضل. يا أريد أطلب الصلاة، أنا سقطت طوالي قد إسرام، أشكر يعني دائما هو يصلي، يعني ما مقصر يعني، وما مقصر يعني هو مؤمن، إنسان مؤمن أحبه أنا. طيب بلكي تقولي له فاطمة الصلاة يكمل الرب الشفاء وياي، لأنه سويت عملية رأس، كان عندي تومر صار كانسر، هسه دا تعمل كيمو وراديشن. ربي يتمجد. يا أريد من مقسمين. أمين أمين حبيب أجي. يصلي لي. أمين أمين أمين. يا أبونا السماوي، بنرفع أخونا آجي أمام عرش النعمة، بنلغي يا رب مخطط عدو الخير عليه في اسم الرب يسوع، وبنلغي يا رب اللعنة المتوارثة يا رب من الأباء والأجداد، واليوم بنلغي هذه اللعنة يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. نعلن أنه بحبرك على عود الصليب، بجروحك على عود الصليب، آجي يا رب أخذ الشفاء الكامل، لأنه مكتوب بحبره شفينا. بنعلن شفاء الكامل، شفاء جسده الكامل، شفاء الرأس يا رب الكامل من كل مرض في اسم الرب يسوع المسيح. بنعلن يا سيد الرب فعالية العلاج اللي بمر فيه، وبنعلن في انتهاء العلاج ما يكونش في هناك أي نوع وأي أثر يا رب لهذا النوع من السرطان في جسده،
وبنمنع هذا النوع أنه يعود مرة تانية لجسده. في اسم الرب يسوع المسيح املأه بالروح القدس وزيد إيمانه يا رب، قوي إيمانه. أمين. في اسم المبارك في اسم الرب يسوع المسيح نصلي، أمين أمين. صلينا وواثقين في الرب إلهنا، هو شفينا وما عندناش غيره وفي كل الكفاية، مصدقين فيه. شكرا ليك أخ آجي. ومعنا اتصال من بنت الرب من بوسطن، أهلا بيك. أيوة بنت الرب معاكي، ليا سلم الصلاة من فضلك. بكل سرور اتفضل. القس عصام يصلي لها. الطفلة ماريا 9 سنين. مالها؟ بطنها وجعها من تحت، وخدت مضاد حيوي في مصر وما جت كندا رجع لها الوجع تاني ومتألمة. فلو سمحت بس صلوا لها. 8 سنين؟ 9 سنين. يا 9 سنين؟ 9 سنين. يا أمين. ماريا اسمها. الفحوصات بتقول إيه؟ ما ماريا. الفحوصات بتقول ايه؟ الدكاتره بيقولوا ايه؟ لسه ما هي لما لسه ما ضاش المستشفى لان لسه ما لهمش علاج. هي لسه واصله الظاهر هنا، ما لهاش انشورنس، ما ذكر انشورنس، ما لهمش لسه علاج، ما لهاش. وخدت مضاد حيوي في مصر. أمين. الرب فيه العلاج والشفاء. نصلي يا رب. بنرفع الطفل امامك يا رب. 8 سنين، 8 سنوات يا رب، لسه طفلة. 9 سنوات طفلة لسه يا رب. يا رب بنصلي يا رب انك تمد يمينك على البطن يا رب، على الاحشاء يا رب، مد يمينك يا رب على القولون يا سيد الرب، مد يمينك على الامعاء الدقيقة والغليظة، مد يمينك على الكبد والكلى، مد يمينك على الجهاز التناسلي بكل اعضائه، مد يمينك يا رب على المعدة، مد يمينك يا رب على الـ12، مد يمينك على الزايدة يا سيد الرب، مد يمينك على بطنها وأحشائها بالكامل، وأعطي إبراء كامل يا سيد الرب. أنت الإله اللي بتشفي. مكتوب جميع الذين لمسوك نالوا الشفاء. يا رب أنت الإله الشافي، مد يمينك على الطفل يا رب واشفيها في اسم الرب يسوع المسيح، بحق الدم الطاهر، باسم المبارك، باسم القدوس، باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح نصلي، أمين يا رب. أمين أمين. شكرا لك يا بنت الرب لأجل اتصالك، وألف سلامة للابنة ماريا، وربي لمسها ومصدقين أنه شفاها. معنا اتصال من الأخت نهال لندن، أهلا بيكي. أهلا بيكي أخت ليديا، وأهلا بحضرة الأسيس. عنوان الحلقة اسم الرب برج حصين. وأنا عايزة أشكر حضراتكم على الإيمان العملي اللي ظهرتوه في سلوككم لما حصل العطل الفني، أو بالفعل طلبتم والرب استجاب. فأنا بشكر ربنا على الإيمان العملي اللي جواكم. بس أثناء العطل الفني جبتم في التترات، وده I don't think إنها coincident ولا مصادفة، جبتم في التترات عن الأخت ليلى اللي من المغرب اللي ليها عتاب على المسيحيين انهم لم يخبروها عن المسيح، نتيجة بقى خوف، نتيجة كسل، نتيجة عدم احساس بالمسؤولية بتوصيل الرسالة. فالمهم انها بتتساءل وبتقول ليه يا مسيحيين مش بتفتخروا بالمسيح اللي عندكم وما بتتكلموش مع الناس عنه. وده يفتح النقطة اللي نفسي اثرها النهاردة، لانه قناة الكارما من القنوات الرائعة اللي يهمها توصيل رسالة الخلاص لكل العالم. بالتأكيد. عايزة أعرف رأي حضرتك يا حضرة القسيس، هل توصيل رسالة الخلاص مطلوب من كل مؤمن؟ لأنه في مدرسة كاملة بتعلم أن الكرازة وتوصيل الرسالة مطلوب من ناس معينين، وحطلها كمان أسماء مقدسة وقالوا أنه يجب أن تكون دعوة من الله، مش كل من هب ودب إنجاز القول يقوم بهذا العمل. فأي رأي حضرتك كتابيا؟ وطلبت صلاة بقى لأخت غالية جدا عندي بدون ذكر اسم، عندها ورم، والدكاترة قالوا من الاسكان انه كانسر، لكن هتعمل عملية يوم السبت عشان نعرف نوع الورم. وانا بقول في جميع الاحوال حتى لو ما كانش ورم حميد وثبت انه ورم خبيث، محتاجة صالة حارة جدا لانها خايفة جدا من الكيماوي. وبصلي من كل قلبي وبطلب منكم ان تشاركوني في نفس الطلبة، ان الرب يتمجد ويكون اختبار جديد لتعلية اسم الرب، وربنا يبارك في اسم المسيح. شكرا لك يا اخت نهال لاجل اتصالك، غبتي عننا مدة طويلة لكن بنشكر الرب لانك رجعتي تاني.
توصيل رسالة لكل مؤمن ولا الناس معينين ولا القامات معينة؟ أخت ليديا، أنت زي تماما زي اللي بقول إنه إخراج الشياطين فقط للناس اللي عندهم موهبة. وهذا كلنا كلام بنقول كده وناس كتير بتقول كده. لا لا طبعا لا الحقيقة طبعا. هذا كلام مش سليم. لا هذا كلام مش سليم. إخراج الشياطين لكل المؤمنين مش موهبة بينفرد فيها شخص أو شخصين أو بنفرد فيها فقط القسيس. هذا كلام مش سليم أبدا، لأنه الكتاب بيقول كده هذه الآيات تتبع المؤمنين. المؤمنين ما قالش بعض، ما قالش الموهوبين، ما قالش أنها موهبة بالضبط. بس المشكلة مرات بتكون في عدم الخبرة، عرفتي؟ ففي شخص ما عندهش خبرة بقول لك أنادي الشخص اللي عنده خبرة. مين بيكون عنده خبرة؟ أو ما عندوش يمكن معرفة كمان يا حد القسيس، فبنادي الشخص اللي عنده خبرة. ممكن يكون في عنده معرفة لكن ما فيش خبرة بالضبط. فلو افتقد الى شيء يا معرفه يا خبره بده يسال ناس، فبيسال ناس اللي جربوا هذا الشيء. فلهالسبب في ناس بتفكر انها ابدا هي مش موهبه. فرب حطك في موقف انه انك تتصلي مع شخص بيظهر عليه شياطين، عندك السلطان الكامل انك تنتهر الشياطين. يعني حتى لو مؤمن ليه يوم واحد بس في الايمان، حتى لو له ساعه واحده مؤمنه، بتوقف على ايه يا حضره القسيس؟ بتوقف على ايمانك في الرب، بتوقف على ثقتك في الرب. هذا الموضوع بس يعني في اول حاله من حالات اخراج الشياطين انا ما كنتش عارف ابدا اللي بيحصل. مش فاهم، مش مدرك انه هذا اخراج الشياطين. ده مع حضرتك كنت بتحكي عن حاجه حصلت معك؟ من تقريبا حصل هذا بجوز من 35 سنة تقريبا. ما كنتش عارف الموضوع، بس كنت أسمع صوت الروح وكنت أقول استمر في الصلاة. أنا أستمر والشخص كان يعني يستفرغ، كان يطلع الأشياء اللي في داخله مش عارف اللي بيحصل، بس كان الرب عماله بيحرره. ممكن تكون أعمال أو أسحار. هذا كان أعمال هو المزبوط. تحرر وبعدين أعلن إيمانه في الرب and so forth. البشارة كل شخص عليه مسؤولية. بولس الرسول بقول في كورنثس الإصحاح 9 ويل لي إن كنت لا أبشر. الناس اللي بحاولوا يحطوا يقتصروا البشارة على أفراد معينين يمكن قصدهم إنه على المبشرين، لأنه في دعوة للتبشير يعني مثلا وظيفة من وظائف يعني من مواهب الرب أعطيها موهبة التبشير، المبشرين، الرعاة، المعلمين، الأنبياء، الرسل، الفايف فولد مينستري. بس هذا بيكون عنده موهبة غير عادية، زي مثلا لما نشوف للسيس بيلي غراهام كان عنده موهبة غير عادية، كلامه بسيط جدا لكن رابح نفوس. ونشوف يعني عدة أشخاص في الشرق الأوسط يعني من جملتهم الدكتور زكريا ستاورو، رب معطيه موهبة ربح نفوس فظيع. تبشير طبعا هذه موهبة، بس ما بنقدر نقول التبشير بيقتصر فقط على الأشخاص لأنه محدودين هالأشخاص. يعني هو لا، البشارة هي لكل جسد المسيح. فكل شخص اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، أنا أعطيكم سلطان لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوى العدو ولا يضركم شيء. بعدين بطرس أولى الآية اللي ذكرتها قبل شوي إنه أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اختناء لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. فإذا مين هم الجنس المختار؟ هو المؤمنين. مين الكهنوت الملوكي؟ هم المؤمنين. وإيه الغاية من هذا الامتياز؟ إنه نخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. فالرب دخل في قلبي، الرب غيرني، الرب عمل مني جنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء، حتى أنا أشارك المسيح مع الآخرين زي ما أنا اختبرت المسيح الآخرين يختبروا المسيح. هلا أنا مش مع الأخت العابرة اللي من المغرب اللي بتلوم المسيحيين ليه ما بتفتخروا في إلههم، مش معاها في هذا الموضوع. ليه؟ لأنه في كتير من الإخوة، في كتير من الناس اللي أنا بعرفهم باستمرار بيبشروا وبيحكوا عن عمل الرب في حياتهم. إذا هي ما وصلتها البشارة it doesn't mean إنه المسيحيين مش ما بتكلموش عن المسيح. لا بالعكس، إحنا كل يوم وقناة أكثر مثل قناة الكرمة
يعني بشكل مستمر عم نتكلم عن الخلاص في المسيح. هي يمكن تقصد اللي مش بيتكلم بتشجع اللي مش بيتكلم بيتكلم، ودي حاجة مهمة، والكتاب بيقول كده، بيعلمنا، بيقول إيه؟ من أجل هذا أقمتكم لكي تأتوا بثمر ويدوم ثمركم. بالضبط. يعني الله يعني أقمنا من موت الخطية. تشجع الأشخاص اللي ما بتكلم لازم يخبروا الباقيين. وأنا معها في هذه النقطة، لأنه في أشخاص ما عندهمش استعداد إنهم يكلموا شخص تاني على المسيح. لسه امبارح بقول في اجتماع درس الكتاب في الكنيسة انه مهمتنا انه كل واحد فينا يربح نفس. لما انت بتربح نفس للمسيح، انت مش بس بتربحي هذه النفس للمسيح، انت بتربحي هذه النفس وبتربحي الاب، الام، الاخوة، الاخوات، الاولاد، العائلة، الاصدقاء، المعارف. عرفتي؟ فهذا الشخص ابديته بتتغير، وابدية عائلته واصدقائه ومعارفه ايضا بتأثر. بالضبط. والشخص ده ممكن يجيب آلاف، ممكن يكون بعد كده مبشر يجيب الآلاف والملايين. اللي يعني ربحت والدتي للمسيح أخت دعتها على اجتماع سيدات، ما عملت شيء هي. رائع. راحت أخذتها على اجتماع سيدات، واجتماع السيدات سلمت حياتها للرب، رجعت البيت أخذت خواتي، خواتي آمنوا. بعدين أخذتني أنا على الكنيسة، أنا آمنت، بعدين والدي آمن، بعدين أخوي الكبير آمن. خلال شهر العائلة كلها آمنا، مجد للرب. بس لولا أن هي اللي آمنت كنت أنا ما آمنت. لو أنا ما آمنت، أنا عارف أنه في كتير من الناس ما كان آمنت. ده حقيقي. فاللي ربح نفس مش بيربح بس نفس، لكن بيربح قبيلة بأكملها للمسيح. بالضبط. فإحنا محتاجين نستمر نوصل بشارة لأكبر عدد ممكن من الناس. ده حقيقي، ده حقيقي. وهنستكمل حديثنا، احنا لسه ما اتكلمناش في الحقيقه لان تليفونات جت كتير. نشكر الرب لاجل التليفونات وطلبات الصلاه. احنا لسه ما صليناش لاجل الاخت اللي كانت بتقول عليها، الاخت نيهال. الاول نصلي وبعد كده نطلع فاصل. بدنا نصليها بكل اللي عندها ورم سرطاني. لا، في اسم المسيح ما يكونش ورم سرطاني. بتقول لسه نوع الورم لسه ما تحددش. ما قالتش اسمها هي. نو، ما قالتش اسمها. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، هذه الاخت يا رب، أخت يا رب، بنتك يا سيد الرب، واكتشفوا في ورم في جسمها، لكن احنا اليوم بنطلب منك يا سيد الأسياد، يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا رب نطلب منك بكل اتفاق انك انت تلمسها وتحول يا رب هذا الورم، ان كان ورم خبيث تحوله يا رب الى حميد، وتلغي وجوده يا رب وتنهي يسوع من جسدها. أمين يا رب. في اسم الرب يسوع المسيح نثق ونؤمن انك انت قادر على كل شيء. اصنع معجزة معها، مجد اسمك. أمين. ارفع اسمك عال فوق يا رب، في اسم المبارك، في اسم القدوس، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين. في اسم المسيح يا رب. مصدقين في الرب ومنتظرون الرب يجددون قوة. أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونسمع ونستمتع بالترنيمة اللي جاية، فكونوا معنا.
سنين هو أنا ليا في الدنيا دي غير أب آمين هفضل أغني في الغنوة دي مهما تمر سنين أفضل ماسك فيه ورافع عيني علي علي أفضل ماسك فيه رافع عيني علي علي كل حياتي وقلبي وعمري مضمون في إيدي كل حياتي وقلبي وعمري مضمون في إيدي سيدي وإلهي وفخر هفضل رافع راسي لأنه معايا طول الزمان سيدي وإلهي وفخر ابنه ابنه غالي كمان هفضل رافع راسي لأنه معايا طول الزمان أنا أفضل ماسك فيه ورافع باسم الرب يسوع أنا غالب وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا عشان كده ياريت يكون قرارنا هفضل ماسك فيه ودايما رافع عيني عليه كل حياتي وقلبي وعمري مضمونين في إيد الرب ومرة أخرى بنرحب بضيف الحلقة القسيس عصام حداد أهلا بيك حد القسيس أهلا بيك يا أختي وحابة نستكمل حديثنا عن اسم الرب برج حصين لماذا شبه اسم الرب بالبرج الحصين؟ ويا ترى ايه قوة اسم الرب؟ هل مجرد اسم زي الاسامي العادية؟ طب عايز نوقف المكالمات بس خمس دقايق حتى نتكلم طبعًا عن الموضوع طبعا لانه ده ضرورة برج مهمة برج حصين أو. يعني بمعنى اخر البرج عادة سمك الاسوار ما لا يقل عن متر متر ونص في بعض الاحيان مترين يعني 6 فيت سمك الأسوار السور لوحده تقريبا سمك السور ستة قدم فبتلاقي انه من الصعب الواحد انه يخترق هذا السور عرفتي فمن الصعب سور متين وقوي متين وحصين وحصين فلهالسبب قلعة حصينة ما يقدرش حد يخترقها لازم تخترقها من خلال البوابة الرئيسية الأماكن الثانية ما تقدرش تدخلها عرفتي المبنى نفسه حصين جدا محصن اسم الرب برج حصين يعني يحصننا يعني بيحمينا وبدون أي تأثير لقوة العدو علينا شوفي لما أنا بعلن حماية الرب يسوع على بيتي وعلى أولادي ما يقدرش عدو الخير يخترق هذا السور لما أنا بعلن حماية الدم لما بغطيهم بدم الرب يسوع عدو الخير ما يقدرش يخترق الدم ما يقدرش هاي. ليه باسم الرب يسوع اسم الرب هو البرج الحصين بقولنا بتسالونيك الثاني صح 1:12 بقول لكي يتمجد اسم ربنا المسيح يسوع المسيح في
فيكم. اسم الرب يتمجد فينا في من خلال كل واحد فينا. ليه؟ لأن هو السور، هو اللي بيحمينا، هو اللي واقف، هو اللي بيصد هجمات عدو الخير عنا. اسم الرب يسوع المسيح. أشياء بتقول ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. كل اسم يعطى لإنسان يعطى كناية عن صفة هذا الإنسان. فلما بتسمي شخص عزيز لأنه عزيز عليك، لما بتسميه جميل لأنه حقيقة جميل عليك، لما بسموا البنات زمان كانوا يسموها وردة لأنه حقيقة بتطلع على الطفل شكلها زي الورد. أو في اسم سمعته حلا لأنه حقيقة حلو. فالاسم بيشير إلى صفة هذا الإنسان. أوكي؟ يا عبيس لأنه أمه ولدته بحزن. عرفت كيف؟ فكل اسم بدي له دلالة. اسم الرب يسوع يدعى اسمه عجيبا. ليه عجيب؟ لأنه الله معنا. عمانوئيل، الله معنا. وما العجب في هذا؟ العجب أنه لم ما فيش بكل التاريخ أي أمة أي شعب أي تعليم أي ديانة مهما كان نوعها من الفار إيست ولا من الهند ولا من أي مكان في العالم، ما فيش أي تعليم بقول أنه الله من سماء عرشه يسكن مع الإنسان أو روح القدوس يسكن في الإنسان. فاسمه عجيب لما ظهر لمنوح أبوه لشمشون وقال له أنه رح يجيك ولد، قال له منوح طب قلنا على اسمك حتى لما يصير الأمر نكرمك. قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ وجه العجب في اسم الرب يسوع أنه عمانوئيل، أنه الله معانا. ويوحنا اكتشف الموضوع. شو قال يوحنا؟ قال إن كان الله معنا فمن علينا مجد للرب. وبقولنا الذي فيكم أقوى من الذي في العالم. فعجابة الاسم، هذا الاسم عجيب جدا لأنه كل ركبة برسالة فيليبي بقول كل لكي تسجدوا باسم يسوع المسيح، كل ركبة ممن في السماء ممن على الأرض وممن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآن. عرفتي؟ فالاسم هذا الشيء الغريب في هذا الاسم أنه الكل بيسجد لهذا الاسم. ليه؟ لأنه الله. ومن لا يسجد لله؟ مين ما يقدرش يسجد للكلية القدرة والعظمة، كلية المعرفة، كلية الحضور؟ مين ما يقدرش يسجد له؟ لما بوصل الموضوع عند الله ما بتلاقي غير الكل خروا وسجدوا. عندك أربعة كائنات حية في سفر الرؤيا، الأربعة كائنات الحية المملوءة عيون ترمز إلى المعرفة الكاملة، بيعطوا المجد والإكرام وبمجدوه في محضره. عندك 24 شيخ، الأربعة والعشرين شيخ بيطرحوا أكاليلهم أمام العرش وبيقولوا له مستحق أنت يا الخروف أن تأخذ الغنى والقدرة والبركة والكرامة لأنك ذبحت واشتريت لله بدمك من كل قبيلة وشعب وأمة ولسان. كمان رب يسوع نفسه شخصيا، احنا كتير يقولوا هو انتوا بتقولوا ان الرب المسيح هو الله، ازاي هو فين قال ان هو الله فاعبدوني؟ قبل السجود من ناس كتير جدا جدا. اما المولود اعمى اما خف فبيقول له اتؤمن بان الله؟ قال له من هو يا سيد؟ فقر وسجد، قال له انا هو. قر وسجد له كتير قوي، بطرس سجد له كتير قوي، سجدوا له وهو في الجسد. قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. عارفه معنى كلمه الكائن؟ هي نفس كلمه اهيه يه اهيه اللي هي بسفر الخروج، معناتها ايه؟ هو اللي هو بالزبط. لما الرب قال لموسى ما يدروش يحكوا اسمه لأنه كان اسمه مهيب. ده حقيقي. ولحد دلوقتي اليهود المتعصبين اللي متمسكين قوي بالتوراة لحد دلوقتي ما يقولوش الله، يقولوا يهوى. لأنه ده لفظ السماء والأرض تهزله. صدقوني أنا في الآب والآب في الذي رآني فقد رأى الآب. الذي رآني فقد رأى الآب. ده حقيقي. أسيس أنا حابة أدي كلمة على لسان حضرتك أو ننوه. أحيانا كتيرة إحنا كمؤمنين بنقول نستخدم لفظ الله بطلا، يعني ساعات نقول مثلا الله و
ونقول كلمات لا تليق، يعني يخرب ويحرق وحاجات كده. ما رأيك في المؤمنين اللي طول الوقت يقولك أنا مقصودش، اللي بيستخدموا اسم الله باطلا؟ انت عارفة نفسنا نقول كلمة ليهم. الكتاب المقدس بعلمنا ان رح نعطي حساب على كل كلمة بطالة. بالضبط، رح نعطي حساب على كل كلمة بطالة. كتاب بقول كل كلمة بطالة ستعطون عليها حسابا. حسابا طبعا. يعني كل كلمة بنحكيها مش مظبوطة مش في مكانها رح نتحاسب عليها. قبل فترة في شخص ذكر كلمة بطالة، قلت له انتبه لأنه هاي اللي قلتها اطلب الغفران من الرب لأنك رح تعطي حساب عليها. ده حقيقي. والكتاب علمنا ما تستخدمش اسم الله بالباطل، لأن الله لا يبرئ كل من يستخدم ينطق باسمه باطلا. بكل تأكيد. بقيها. بكل تأكيد. الله بكل لا يبرئه. يعني بكل تأكيد. تعرف التليفون مش عم بوقف طلبات صلاة. وأنا كمان. إحنا معنا اتصال، معنا الأخ رائد من ميتشيغن. أهلا بيك الأخ رائد. مساء. أهلا مساء بيك. مساء الخير أختي ليليا. مساء النور. أهلا بيك. عليك وعلى الأستاذ عصام، الرب يبارك حياتكم. ويباركك حبيبي. ويبارك خدمتكم. أمين في اسم المسيح ويبارك حضرتك. تفضل. أطلب صلاة العائلتي ولزوجتي، عندها امتحان سيتيزن يوم 30 ربنا من هذا الشهر. أمين. يوم الثلاثة الجاي. يوم 30. يوم الاثنين. يوم الاثنين الجاي. يوم الاثنين الجاي. نعم. عندها امتحان جنسية. نعم. طيب نصلي. أمين. هل في طلبة صلاة تانية؟ نو بس زوجتي والعائلتي. أمين في اسم المسيح. يا أبونا السماء، بنرفع أخونا أمام عرش النعمة، بنرفع زوجته وعائلته أمام عرش النعمة. موضوع يا رب الامتحان، يا رب بنصلي أنك تعطيها نجاح في الامتحان يا رب، أرجوك يا رب أعطيها نعمة في عيون يا رب الأشخاص اللي راح يمتحنوها، وأعطيها نجاح في هذا الامتحان. نبشكرك أنك بتسمع الصلاة يا رب، بتكرم إيماننا وثقتنا فيك في اسم الرب يسوع المسيح. أصلي اسم المسيح. أمين. أمين. شكرا لك يا أخ رائد لأجل اتصالك. في اتصال. وتاني لا أنا بس هنكمل. تاني اسم الرب برج حصين من القش، بنحتمي ونجد الملجأ والأمان من سهام العدو، وكمان أيضا بنجد المؤونة لأنه الأبراج بتاعت زمان كان فيها مؤونة عشان الناس أما تخش جوه بتقعد مدة طويلة. ففي ففي في خبز لينا وفي شبع لينا، وفي هو الخبز الحي نازل من السماء، هو ماء الحياة، هو الرب يسوع. يعني اسم الرب نعمل إيه في اسم الرب؟ يعني نقوله كل شوية ولا إيه بالظبط؟ نقدر نحكي أنه اسم الرب برج حصين اللي نجد فيه الحماية، نجد فيه العناية، نجد فيه تسديد الاحتياجات، ونجد فيه الشبع. ده حقيقي. أمين. ده حقيقي. أنا محتاج أنه باستمرار أنه أذكر اسم الرب وأعيش في هذا الستر، في هذا الحصن. أنا محتاج دائما أتحصن في اسمه. في مرة كنت طالع من البيت الصبح بدري وفجأة لقيت نفسي بكرر هالآية اللي هي اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. بديت أصلي حماية. حقيقي. بعدين اكتشفت انه كان في هناك حرب علي، فالرب نبهني انه انا اعلن حماية اسم الرب. انا لما ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. امين. فانا بدعو في اسم الرب، انا بعلن اسم الله على بيتي، على عائلتي، على اولادي. انا بعلن اولادي ملك للرب، بعلن زوجتي ملك للرب، بعلن انه بيتي ملك للرب، بعلن أن حياتي كلها مكرسة ومقدسة للرب. بعلن اسم الرب على كل شيء. حتى الأشياء اللي بشتريها بدخلها لبيتي بعلن سلطان اسم الرب عليها. ده رائع جدا، وياريت نعمل كده كل حاجة بنشتريها نسمي عليها في اسم المسيح. أنا مش مصلي عليه. ده حقيقي. حتى ده الأكل أساس. حتى الخضار، حتى الفواكه. مهم. أنا كل يا رب بشكرك أعطيتني القدرة أني أنا أقدر أجيب الأكل، وبعلن سلطانك وبركتك عليه. لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. نخلص من حروب إبليس. كمان لسه كنا بنقول في الآية اللي هي بتقول يخرجون شياطين باسمي. ويمكن كمان بولس كمان انتهر الشيطان وقال له أنا أمرك باسم يسوع المسيح. اسم قوي، اسم مش بس مندفع بيه عن نفسنا لكن كمان بنهجم على العدو. انت عارفة الاسم الوحيد اللي بيخاف منه الشياطين هو اسم الرب يسوع. بالضبط.
بخاف وبرتعب. يعني اي شخص يعني بيقول باسم رب يسوع تلاقي ابليس عارف كويس قوي مفعيل اسم المسيح، لكن للاسف احنا مش عارفين، عشان كده مش بنستخدمه. لكن دي دعوه احنا نستخدم اسم الرب. في بعض الاحيان بخلينا نقول انتبه على الموضوع، وبنبه كل اخوتنا المشاهدين، في بعض الاحيان بقول قول باسم الصليب. احيانا بيقولوا كده لانه الصليب ملوش قيمه غير المسيح طبعا، بس قول باسم الصليب. بس انت عارف، خلينا نكون واقعيين اليوم، خلينا نكون كتابيين. ما هو اسم الصليب؟ الصليب ملوش اسم. الوحيد اللي له اسم هو الرب يسوع، مش الصليب. الصليب هو رمز للعنة. لما علق المسيح على الصليب أصبح لعنة لأجلنا، حمل عنا اللعنة اللي احنا كان مفروض نحملها، هو شالها عنا. فلما تقول باسم الصليب تأكد 100% ما في شيء رح يصير، لكن لما بتقول باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد تأكد تمام، مملكة الظلم بتنهز. ليه؟ لأنه اسمه عجيب، اسمه معناته الله معنا. لما انت تنادي باسم الرب يسوع المسيح، انت تطلب وبتستقطب حضور الله، وهذا الشيء اللي بيخلي الشياطين تقشعر. في عندي هون طلبة صلاة اجت من شخص، عفوا بس يا حضرة القسيس عندي تعليق صغير على النقطة دي. هو الناس اللي بتقول كده بتقول عشان خاطر بولس الرسول قال حاشا اما من جاتي فحاشا لي انا افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح، بس ما فيش آية بتدعم انه باسم الصليب. لا، مش مكتوبة في الانجيل خالص، والتلاميذ كانوا بيستخدموا فعلا زي ما حضرتك بتقول. احنا بنفتخر بالصليب طبعا. بالظبط، انت عارفة يعني بالزبط. انا في البيت مستحيل احط شيء تاني غير الصليب. بالظبط، ما فيش غير الصليب عندي، رمز الخلاص. ده حقيقي. لما انا بشوف الصليب بتذكر عمل المسيح. بالظبط، والحب وكله طبعا. أيوة. فلكن ما فيش آية بتقول. لا، لكن بالزبط. اسم الصليب، فعشان كده احنا بنقول بس. ده تعليم، جزء تعليم مهم. وكمان في كولوسي 3:17 بيقولوا كل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا كل باسم الرب يسوع شاكرين الله والاب به. كل حاجة نعملها باسم الرب يسوع. طلبات الصلاة كتيرة يا حضرة القسيس عند حضرتك، تليفونات في الفيسبوك. بعرفش مين كوكي بيقول انا بشكر ربنا ونشكر حضرتك على محبتك وصلاتك لينا بنعمة ربنا، الباسبورتات والفيزا جت. مجدا للرب. حجزني يوم 12 اغسطس بس الاخت هي بتقول محتاجة صلاتك. امين. حتى الرب يكمل معنا. امين. في ورقتين المسيح مهمين لازم يطلعوا قبل ما نسافر. زوجي مقدم على اجازة بدون مرتب، والاجازة لازم رئيس الهيئة يمضي عليها، والتاني إثبات قيد لابني من الكلية. الورقتين لما بيطلعوا الأمور كلها ماشية صح. صلينا حتى الرب يكمل معنا ونوصل إيطاليا على خير. يا أبوي السماء، برفع هذه العائلة أمامك يا رب، والورقتين اللي حكت عنهم يا رب أصلي إنهم يوصلوا بأسرع وقت ممكن بدون أي تعطيل يا رب، في اسم الرب يسوع. بعلن يا رب السفر بكل ارتياح يا رب يكون، ويمينك تكون معهم يا رب، وتقودهم للمكان اللي انت عايزهم يكونوا فيه في اسم الرب المسيح. يسوع المسيح. برضو هون وصلتني طلبت صلاة من اخت بتقول صليلي انه رب يدخل بيني وبين زوجي ويحل المشاكل بسبب تدخل حماتي في حياتي، دمرت حياتي، وزوجي دايما بسمع كلامها و بيجيب علي دائما حتى لو فاهم ومتأكد ان امه كذابة. يا رب بنصلي هذه العائلة يا رب، عدو الخير بحاول يقسمها يا رب ويعمل يا رب انقسام فيها. بنصلي يا رب انه تحضر في وسط العائلة، تتكلم انت مع الحماة يا رب وتهديها يا سيد الرب، وتعقلها يا رب، وتعطي حكمة لزوجة ابنها يا سيد الرب. أمين. وتسود بسلامك في البيت في اسم الرب يسوع. برضو كمان اجت طلبة تانية. ارجو صلاة من اجل بركة لابني جورج على صيدليته، يدير فتح برج اطباء بجوار صيدليته. صلي من اجل ابني باهر بالنعمة والبركة والتفوق، ويدبر له تخصص رائع. أمين. في كلية الطب يختار له زوجة رائعة ويكون في ملء مشيئة الله في اسم الرب يسوع المسيح. بنعلن يا رب هذه الطلبات أمامك، ونطلب باسم الرب يسوع
المسيح. امين يا سيدي. امين. احنا معنا اتصال يا حضره القسيس. تفضل. معنا الاخ وجدي من تكساس. اهلا بحضرتك. تفضل. ايوه يا اختي ليليا. اهلا بيك. تفضل. الرب يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه. امين. ذكرت نص ايه فقط يعني على بركه الرب على المأكولات والحاجات دي كلها اللي بتدخل بيوتنا يعني، وده شيء مهم جدا جدا جدا. لكن باقي الآية إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. أمين. يعني شيء معزي ومطمئن جدا جدا. الرب يسوع كل المجد. الرب يبارككم ويستخدمكم لمجد. الرب يباركك يا أخواتي. عندك تعليق يا زيز؟ أخواتي أنا هي ما كانتش آية المظبوط. اللي ذكرتها ما كانتش ايه، بس انا بقول لك احنا بنصلي على كل شيء. بس على فكره بالنسبه لموضوع ان شرب السم مميتا لا يضرهم، انت عارف كنت بصلي في يوم من الايام بقول له يا رب فهمني معنى هالكلام. قال لي اللي بينطبق على الناس لا ينطبق عليك. مجدا لله. حتى الاشياء اللي بتسمم الاخرين انت مش هتتسمم منها. اختبار لمجد اسم الرب يسوع المسيح. تفضل. طبعا. من حبايب حلوين سابقين يعني. كان في خادم للرب عندنا في أسيوط تقريبا. كان أمن الدولة استدعاه، والضابط كان قصده يتحيه بفنجان قهوة بس كان مسموم. يا يسوع يعني حطيت له فنجان القهوة سم. شرب فنجان القهوة ده هو ما حصلوش. الضابط استغرب خالص خالص. أيوة. فاستشك استدعى كلب علشان خاطر يديله لحسة من باقي الفنجان ده. هو الكلب مات على طول. هللويا. يا ده حقيقي جدا. ويمكن كل المجد يعني. يا يمكن الصاد وساندر سانغ، يمكن حد كان هندي نفس الحكاية حصلت. أيوة. معي برضو. اللي بينطبق على الآخرين لا ينطبق عليك لأنك انت ابن الرب. الرب يسوع كل المجد. هللويا. شكرا لك يا أخي وجدي. بتعرف سنة 75 سمعت اختبار من شخص كان مسلم اسمه أديب عنتابي مرنم. لما صار مسيحي زوجته حبت تسمه. حطت له سم في الأكل عدة مرات، وكل مرة كان يأكل من الأكل ما يموتش. بالأخير هي اللي آمنت. مجد للرب. بس أنا عايزة أعلق على حاجة مهمة. ما ينفعش أبقى عارف أنه في سم وأكله عن قصد واقول ربنا هينجيني. لا 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 دي نقطه مهمه. كان شيء مدسوس. يا او انا مش عارف الرب بينجيني طبعا. انا ما حلو ستره. شكرا ليك يا اخراج دي. الرب يبارك حضرتك. شكرا. بتسري الحلقه. ربنا يباركك. نكمل حضرت الاسيس. انت عارفه المواضيع هاي لما بنذكرها كثير اشياء حصلت معنا في الماضي، وكنا نفكر انه راح يعني اكيد رح نتسمم من الاكل اللي بناكله في الشوارع. رحنا رحله تبشيريه في المكسيك، وفي منطقه كانت متعبه جدا جدا يعني. الساكنين فيها مش تحت خط الفقر، تحت خط الفقر ب 20 متر برضو. كتير يا وناس حاطين اكل في الشارع، واللي معي قال لي لازم ناكل. قلت له مستحيل. لازم ناكل. صلينا سديدنا امام الرب وما صار شيء ابدا. ده حقيقي. احيانا فعلا ما كنا بنخدم اخت تجيب لنا عيش وكده هوت، او زي فطير صغير كده هوت، وبيبقى ساعات عليه دبان، وهو ده اللي عندها. بس بناخده، والرب فعلا يعني بيحمينا، ورب بيحافظ على اولاده طبعا. طبعا بكل تأكيد. يمكن كمان بولس الرسول كمان لما الحية لدغته ونفضها قالوا ده هيموت، الرب بيحمي واسمه برج حصين. طبعا. وصلتنا رسالة بتقول please pray for my cousin's wife. She's 46 years old. عمرها 46 سنة. زوجها توفى بال2010، كان عمره 40 سنة. تركها مع طفل. عملوا لها هلأ اكتشفوا انه في عندها brain tumor، ورم في الدماغ. ربنا يقدر. ربنا يقدر. خلينا نصلي لها لأنه عمرها 46 سنة وعندها طفل. يا يسوع. أمين. 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 تتفقوا معي في هالطلبة في اسم الرب يسوع. اسم المسيح. هللويا. تعرف أخت ليدي أنا بشوف أنه في قوة في الاتفاق، لأنه بحسب كلمة الله وبسمع اختبارات استجابات صلاة بكثير من الناس، بقول لما صليتوا في اتفاق الرب عمل. ده حقيقي جدا. وانا بشوف من حياتي العمليه الرب استجيب صلوات كثيره، وناس كتير حول العالم بيصلوا معانا يا اسيس. طبعا. أيوة. مؤمنين كتير. خلينا نصلي في اسم الرب يسوع المسيح. أمين. يا ابونا السماوي نفعل قوه الاتفاق، وكل شخص بيشاهدنا يا رب اليوم بنصلي. يا رب في اسم القدوس الازلي انك انت يا سيد الرب تلمس هذه الاخت عندها برين تومر.
انت عارفها كويس، وعارف يا رب لما توفى زوجها من 8 سنوات يا رب، وهي محتاجة انك يا رب تقف معها، وانك انت يا رب تعضدها في اسم الرب يسوع المسيح. مد يمينك على الرأس، مد يمينك على الورم، وأمر الورم بالتراجع إلى لا شيء في اسم القدوس الأزلي. يا رب نشكرك لأجل شفائك إلها يا رب، ونشكرك لأن هذا لا شيء، وكل مكايد عدو الخير وكل يا رب مخططاته على حياتها باطلة في اسم الرب يسوع. بنغطيها بدمك وبنعلن شفائها الكامل في اسم المبارك، في اسم الرب يسوع المسيح. في عندنا كتير طلبات من الفيسبوك، وفي كتير طلبات وصلت من التليفونات، والرب يقدر. لا حاليا لسه فارغت. حابين نكمل. رفائيل سمعان بيقول صلاة من أجل الإنجاب، إيريني ومايكل الرب يفرحهم. أمين يا رب باسم الرب يسوع المسيح. وفي قضية المعاش، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله لبنتك فيفي، أمين. ولفليوباتير أمين باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نرفع أمامك إيريني ومايكل لأجل زرع بشر. أمين يا رب. باسم الرب يا رب يسوع. أيوة. المسيح. افتح الرحم يا رب. مين الملك بيقول أخوي اسمه كيرلس عايش في الصعيد، متزوج من 5 سنين، كشفوا كتير وما عندهمش مانع للخلفة، مع ذلك لسه ما خلفوش. برضو يا رب نرفع أمامك يا رب كيرلس اليوم في اسم الرب يسوع، محتاج زرع بشر هو وزوجته، اكرمهم في اسم الرب يسوع. أمين يا رب. المسيح. عبير بتقول طلب من أبنائي وزوجي وإخواتي وخاصة بنت صغيرة، رب يوفقها ويفرح قلبها باسم الرب يسوع. نطلب يا رب لمسة على بنتها في اسم الرب يسوع المسيح. سوزي بتقول، تانيوس بتقول أرفع صلاة من أجل حال المحل يشتغل في اسم المسيح. أمين. وربنا يحمي أولاده في كل مكان، ويحمي بناته، ويملى الكل بالروح القدس، والناس البعيدة عن الرب يسوع تعرفه في اسم. أمين. الرب يسوع المسيح. بنصلي نجاح في المحل يا سيدي. أمين. في اسم يا رب الرب يسوع. رعد صايغ بقول أطلب صلاة من أجل الحكمة من الرب لاتخاذ قرار مناسب للمستقبل. مين يا رب؟ منصلي أنك أنت تعطي لرعد يا رب الإرشاد. مين يا رب؟ المناسب لحياته. أرجوك يا سيد الرب، أنت قلت من تعوزه حكمة فليطلب. أمين. باسم الرب يسوع. شمس الحياة، صلاة من أجل الشفاء بنت الرب مارينا من السكر. يا رب نرفع مارينا الآن أمام عرش النعمة، وكل شخص عنده السكر يا رب بنصلي أنك أنت تلمس البنكرياس وتشغل البنكرياس بفعالية كاملة يا رب 100%. أمين. بحق الدم الطاهر في اسم الرب يسوع المسيح. أمين. سلام إسحاق بقول صلاة من أجل زوجتي لأني مغترب. وصلاة من أجل كل المغتربين هم وزوجاتهم وأولادهم، والمسيح يعوض. أمين يا رب. بنرفع زوجته يا رب، وبنرفع أمام عرش النعمة، بنصلي لمساتك وبركاتك على حياتهم في اسم الرب يسوع المسيح. الياس إسحاق بقول أرجو الصلاة من أجل عائلتين في مشاكل زوجية. يا رب بنرفع العائلات أمام عرش النعمة في اسم الرب يسوع، وبنطلب تداخل إلهي بحق الدم الطاهر. كلاود وهبي بقول الصلاة من أجل الشفاء من المرض وابتعاد الأشرار عن حياتنا. أمين يا رب. أمين يا رب. أمين يا رب. أمر بالشفاء يا رب. أمين يا رب. وحميهم يا رب من تأثيرات يا رب الأشرار في اسم الرب يسوع. ميسون بطرس بتقول أولادي وزوجي في العراق، أخي وأختي في لبنان، المرضى في بلدي. يا رب منصلي افتقاد لعائلة أختنا ميسون ولبلدها يا سيد الرب العراق. يا رب نصلي يا رب سلامك يسود في العراق يا رب، وتبارك الشعب العراقي يا رب، وتفتح عيونهم فيعرف العراقيون الرب. أمين. باسم الرب يسوع المسيح. سام ليلى كريكوس بقول صلاة من أجل أولادي من أجل والدتهم، أن يمد الرب يده هو يشفيها من المرض. أمين يا رب. عفوا. أمين يا سيد الرب.
دومي توانغ تقول صلاة من أجل شفائي والوالدين أيضا من أجل أفراد الأسرة حتى يتمجد الرب في اسم الرب يسوع المسيح. أيضا هون أخت تطلب صلاة من أجل أخوها نبيل عنده وجع شديد وخايف من مرض الكانسر ومش عايز يروح للدكتور، وأيضا من أجل رامي حتى أوراقه للهجرة تنتهي ويحضر لزوجته. أمين. هون في كلمة مهمة أقولها أختي. تفضل. لا تركض رأسا على الخوف. مرات كتير رأسا بس نسمع إشي اسمه ورم أو نسمع كلمة سرطان رأسا الواحد قلبه بخاف وبيبدأ يرتعب وبيبدأ يفكر في الموت. عندك إله حي، عندك إله حي اسم الرب برج حصين. أنا بركض له، بركض له من إيه؟ بركض له من الأشياء اللي أنا بسمعها، بركض له من الخطر، بركض له من المرض، بركض له من الظروف الصعبة، بركض له من هجومات عدو الخير، بركض للرب وبحتمي فيه. تماما زي ما طفل صغير بس حس بالخطر بركض لعند والدته أو لعند والده، ولما بركض عليهم بتلاقيهم بيحضنوا رأسا وبحس بالأمان. ليه؟ لأنه في حضن أبوه أو في حضن أمه. اسم الرب برج حصين. لهذا السبب في كل ظروف المرض نركض لمين؟ للرب. عايزين نصلي لأجل سوريا. سوريا بيحصل فيها دلوقتي مدينة السويداء ارتفاع كبير في عدد القتلى، تقريبا 250 قتيل، نصهم داعش، نصهم بيقولوا عمليات انتحارية، نصهم مدنيون، ناس مدنيين. فحلو نحن نكون بنصلي من أجل سوريا. في السويداء؟ في السويداء بالضبط. فحلو نحن نكون بنصلي لأجلهم ولأجل المؤمنين اللي هناك والناس اللي هناك المدنيين. انت عارف روح القتل والإجرام بينتقل من مكان لمكان. ده حقيقي، داعش انتقلت من مكان لمكان فعلا، فابتدت تضرب ناس، وفي ناس مدنيين ما لهمش أي ذنب، وفي ناس ابتدت تترحل تروح من مكان لمكان. فنصلي لأجل اللاجئين وناس اللي أهليهم بيموتوا، ناس في المكان، أماكن الحروب وأماكن الكوارث دي، كوارث دي طبعًا. كوارث فاجعة، كاتبين فاجعة السويداء. فنصلي من أجل طبعًا سوريا طبعًا. سوريا تعبانة، سوريا موجوعة طبعًا. وطبعا العراق وفي بلدتين، بس سوريا دلوقتي هي اللي محتاجة صلاة. خلينا نصلي مع بعض. تطلب من كل إخوتنا في كل مكان، أرجوك وين ما كنت عم بوصلك البث اليوم وعم تسمع صوتي وبتشاهد هذا البرنامج والرب حط إيمان في قلبك، في هناك إيمان، عندك إيمان، شغل هذا الإيمان. إيه المنفعة من الإيمان لما ما استخدمناش قوته؟ مهم أنه نحن نفعل إيمان. تفعيل الإيمان معناته أنك أنت تعلن إيمانك في الرب، ولما نصلي تقول يا رب أنا أتفق مع إخوتي في هذه الطلبة في اسم الرب يسوع المسيح. فبطلب من إخوتنا في كل مكان أرجوكم. أمين في اسم المسيح. الله لا يقدر أنك أنت تكون بنفس الظرف، ظرف صعب جدا. الانفجار عادة قبل فترة، قبل كم سنة كان في عنا طيار في الكنيسة وقعت في الطيارة. لما وقعت الطيارة، في طيارة كانت بمحرك واحد، لكن يعني حصل شيء، احنا عارفين في هناك شيء حصل. لما حاولوا يلاقوا الجثة ما لاقوهاش، لاقوا أشلاء من الجثة. كان أمر صعب جدا جدا على العائلة، على الكنيسة، على الأقارب، على الأحباء، على زوجته، على أولاده، على أبوه وعلى أمه. بتصور الآن في السويداء بتصير في عمليات انتحارية وناس أبرياء عمالها بتستشهد، عم بتموت، تنقتل، ما لهاش ذنب. يعني عدو الخير ما عم بيعطيها فرصة إنها تطلب الرب. فإحنا محتاجين نصلي لها. أمين. الله لا يقدر نكون إحنا في هذا الموقف، بس إخوتنا في هذا الموقف ومحتاجين إحنا نرفعهم أمام عرش النعمة. كتاب بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. وبيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم. أيوة. وهم نحس ببعض. خلينا نصلي. أمين. يريد نصلي كلنا. فعل إيمانك. في أشخاص بسمعون اليوم أوريدي مروا بهذه الظروف، وانت عارف قد ايه الموضوع صعب. أيوه. يا إلهنا الصالح، يا أبونا السماوي، نفعل قوة الاتفاق. أمين. يا رب كل شخص اليوم بسمعني
يا رب يتفق معنا اليوم في هذه الطلبة. يا رب السويدة بين إيديك يا رب. أمين يا رب. أرجوك يا سيد الرب، أرجوك يا سيد الرب. عدو الخير بحاول يا رب يقتل النفوس، روح الإجرام، روح سفك الدم يا رب في السويدة. أرجوك يا رب ارحم السويدة، ارحم أمين. شعبك في السويدة يا رب. أرجوك يا رب في نساء، في أطفال، في يا رب عجز يا سيد الرب، في شعب بريء ملوش أي دخل يا رب في هذه المشاكل. أرجوك يا رب اتدخل يا سيد الرب، أوقف سفك الدم يا رب. يا رب أرجوك يا سيد الرب في سوريا كلها من شمالها لجنوبها يا رب. أرجوك يا رب يا ملك الملوك اتدخل في هذه البلد يا رب، كفاية سفك دم يا رب. يا ما في ألوف الألوف يا رب، مئات الألوف يا رب اللي ماتوا واستشهدوا يا سيد الرب في هذه البلد يا رب. جور كل جور يا سيد الرب، كل ظلم بظلم يا سيد الرب. أرجوك يا سيدي يا رب نرفع أصواتنا أمام عرشك يا رب، نرفع طلباتنا أمام مذبحك يا رب، نقول لك تداخل يا رب في السويدة، امنع القتل، أوقف روح الإجرام، أوقف روح القتل يا رب وسفك الدم باسم الرب يسوع. يا رب اعلن مجدك وسلطانك في البلد يا سيد الرب، ومنرفع أمامك العراق يا رب من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه يا رب. نرجوك يا سيد الرب أنك تعمل معجزة في العراق يا رب. أرجوك يا سيد الرب ابرئ البلد، كفاية يا رب كفاية، الناس تعبت يا رب، يا رب الشعب تعب يا رب في سوريا وفي العراق يا رب، شعبك تعب يا رب. أرجوك يا رب ريح شعبك في كل مكان يا رب، ريح شعبك يا رب. أرجوك إلجم هذا الروح، قيد هذا الروح يا رب في اسم الرب يسوع المسيح، واعطي سلامك يا رب يسود في البلاد، تمشى في شوارعهم يا رب. يا رب فيعرف السوريون ويعرف العراقيون الرب في اسم الرب يسوع المسيح. نتضرع إليك يا رب وباسم قناة الكرم يا رب، وباسم كل العاملين في قناة الكرم يا رب، وكل الخدام اللي بيخدموا من خلال قناة الكرم. يا إلهنا الصالح نقدم هذه الطلبة وبنرفع هذه الطلبة يا رب، ليس فقط في سوريا والعراق، لكن أيضا في مصر يا سيد الرب، وفي اليمن يا رب، وفي الشرق الأوسط يا سيد الرب. أرجوك يا إلهنا الصالح، والحريق اللي في اليونان يا إلهنا الصالح، أرجوك أرجوك يا سيد الرب. بنرفع صلواتنا أمام عرشك وبنطلب منك تداخل إلهي يا رب. أرجوك يا سيدي في اسم الرب يسوع، أوقف الشر، أوقف الشرير يا رب، ضع له حد لا يتحدى في اسم الرب يسوع المسيح. اعلن مجدك وسلطانك في اسم القدوس الأزلي في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. كل شخص يا رب بحاول يفجر نفسه يا رب في أي مكان في السويدة أو في أي مكان في العالم، نصلي يا رب أنك أنت تظهر له، تظهر لهذا الشخص ذاتك. أمين يا رب في اسم قبل رب. أن يا رب يضغط على الزر الناسف، اظهر له ذاتك حتى يتوقف عن هذا العمل. أمين باسم الرب يسوع المسيح. زي ما عملت مع شاول الطرسوسي، اعمل مع كل شخص بحاول يفجر نفسه. أمين في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين. رب يبرئ الأرض، يبرئ الأرض في اسمك يا رب. أمين أمين. طلبات الصلاة. فلهذا السبب بقول لنبيل اللي عنده وجع شديد وخايف من مرض الكانسر، ارفض الخوف في اسم الرب، واعلن براءتك الكاملة من اي شيء اسمه كانسر في اسم الرب. أمين يسوع المسيح. بنصلي لرامي عشان اوراق الهجرة لزوجته في اسم الرب يسوع، ليه هو ولزوجته في اسم الرب يسوع. بنت الرب صلاة من اجل اولادها، واحد من اجل الارتباط والثاني من اجل الفيزا في اسم الرب يسوع المسيح. بنت الرب ان الرب يغير زوجها ويقربه منه. امين يا سيد الرب. الاخت اولغا عندها الام شديده في الرقبه، في الظهر وفي الاقدام. يا روح الله بنصلي لمسه لاولغا من الراس وحتى اخمص القدمين، تلمس الجمجمه، العمود الفقري من اسفل الجمجمه الى العصعوص يا رب، القدمين حتى الكاحل يا رب الى الاصابع في اسم الرب يسوع المسيح، واعطي الشفاء الكامل لكل العظام في الجسم
الجسد في اسم الرب يسوع. صلى الأجل فايز، ضربته 4 جلطات في العين وفي المكانة وفي المثانة وفي بقية جسمه، ويتحرك بصعوبة جدا، عنده اكتئاب شديد. يا رب منصلي افتقاد لفائز باسم الرب يسوع. صلاة لأجل فؤاد، ترك العراق وذهب إلى لبنان من 3 سنين ونصف ومش عارف يجي أمريكا، والأسرة لم تراه من 16 سنة. يا رب منرفع فؤاد أمام عرش النعمة. أمين. وبنصلي بحق دمك الطاهر لم شمل. أمين يا رب في اسمك. لفؤاد مع عائلته باسم أمين. الرب يسوع. اسم المسيح. أمين. اسم المسيح. كريم بصلي إنه رب يعطيه صحة ويفتح له الأبواب باسم الرب يسوع. أمين. ياسمين من نيويورك عملت عملية في الفقرة في الغدة الدرقية، اتضح إنه السرطان، وفي يوم 1/8 راح تعمل عملية أخرى في الرقبة، حالتها صعبة شوي. أختي ياسمين ثقي في الرب إنه هو الإله الشافي في اسم الرب يسوع المسيح. عايزين نصلي لأجل كل طلبات الصلاة، الوقت فضل تقريبا 3 دقايق حاجة زي كده. نصلي لأجل دلوقتي في ناس كمان على الفيسبوك دلوقتي في اللايف يا رب، وطلبات، واللي ما قدروش يتصلوا بينا بأي طريقة لكن في قلبهم طلبة، الرب كمان سمحها ونصلي من أجلهم. أمين بالأسيس. أمين يا إلهنا الصالح. نرفع جميع هذه الطلبات أمام عرشك. أمين. يا سيدنا الرب، أنت الوحيد القادر على كل شيء. ثقتنا مش في البشر، ثقتنا فيك. إيماننا مش في الناس، إيماننا فيك، إنك أنت قادر على المستحيل، لأنه مكتوب الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. نؤمن إنك قادر أن تدعو الأمور الغير منظورة كأنها منظورة. يا رب زي ما في البداية خلقت السماوات والأرض بدون مواد، بكلمة منك تكلمت فوجدت الأرض والسماء. يا رب اليوم نفعل إيماننا في كل مكان، وبنرفع جميع هذه الطلبات طلبة طلبة، إنك تقول كلمة ريما وورد، كلمة اللي مقرونة بالحياة، مدفوعة بالحياة، تسبب الحياة. أمين. وتتكلم بالحياة لجميع هذه الطلبات، وكل طلبة من هذه الطلبات يا سيد الرب تسمعها وتستجيبها، ومنوكل ملائكة من عندك حتى يأخذ كل طلبة بحد ذاتها يا رب أمامك لكي يقرأها عليك ولكي يا رب تستجيب هذه الطلبة في اسم الرب يسوع المسيح. نشكرك على استجابتك لصلواتنا ولطلباتنا، نعطيك المجد والكرامة من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. آمين آمين. واثقين أن الرب كتب عنده سفر تذكرة، ومصدقين أن الرب في وقته يسرع به في شفاءات مختلفة، في شفاء تدريجي وفي شفاء لحظي، لكن احنا بنصدق أنه إيد الرب بتتمد دلوقتي على كل الطلبات وكل الاحتياجات ديت، وبيسد وبيملى. وقال كده فيملى إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أمين. في المسيح يسوع. مصدقين في الرب ومنتظرين الناس تكلمنا وتقول لنا وتشهد عن عمل الرب وتشكر الرب قدام الناس، زي ما احنا بنتصل ونقول انه في مشكلة او في مرض او لازم مهم او ينتصل ونقول. وعفك هذه الطلبات جميعها، بس نخبر المشاهدين انه كل الطلبات هاي بناخدها بجدية ونصليها. كل طلبات الفيسبوك اللي على الفيسبوك وعلى التليفونات، كله كل طلبة مهمة. الحقش نحكي الطلبة على الهوى، لكن بالضبط، لأنه إحنا لو هنعمل كده عايزين يوم كامل وأكتر. مزبوط. والاحتياجات بتزيد، لكن إحنا واثقين في إلهنا إنه يجي ويصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. بنشكرك جدا حضرة القسيس لوجودك معنا في حلقة هامة، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. الرب يدينا كلنا نحن نعرف نجري لمين ونعمل إيه وإحنا بنجري، واثقين في إلهنا وفي اسمه القوي العظيم اللي بيحرر وبيشفي وبيحمي وأيضا بيدينا ويملك كل احتياجنا. شكرا ليك رب، يستخدمك يا حضرة القسيس لمجد اسمه وامتداد ملكوته في كل مكان في العالم. أعزائي المشاهدين، قبل ما أختم حابة أسيب معاكم الآيات دي من سفر أشعياء 50 والعدد 10، بيقول من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده؟ من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له؟
فليتكل على اسم الرب ويستند إلى إلهه. أمين. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة. أمين. من البرنامج والرب معكم. أمين يا رب. مبارك اسمك.